في الفيديو السابق شاهدنا كل الأنواع المختلفة من نظائر الذرات التي يحدث لها التحلل الإشعاعي وتتحول إلى ذرات أخرى ويتم إطلاق جسيمات معينة منها، لكن السؤال هو متى تقرر الذرة أو النواة أن تتحلل؟ لنفرض أن لدينا مجموعة من لنفرض أن هذه كلها ذرات، لدينا الكثير من الذرات هنا، ولنفرض أننا نتحدث عن نوع التحلل حيث الذرة تتحول إلى ذرة أخرى، إذا عدد البروتون سوف يتغير، العدد الذري سوف يتغير، إذا قد يكون تحلل بيتا بحيث سوف يطلق الإلكترونات من النيوترونات ويحولهم إلى بروتونات، أو ربما بالإصدار بوزيتروني تحول البروتونات إلى النيوترونات، لكن هذا ليس ما نريده هنا. لنقل لدينا مجموعة من الذرات، وفي العادة عندما يكون لدينا أي كمية صغيرة من أي عنصر سيكون لدينا كميات كبيرة من الذرات لذلك العنصر. وتحدثنا عن المولات، تعلمون أن 1 جرام من الكربون 12، آسف، 12 جرام من الكربون 12، 12 جرام من الكربون 12 لديها 1 مول من الكربون 12، فيها مول واحد من الكربون 12، وما هو الواحد مول من الكربون 12؟ هو يساوي 6.02 ضرب 10 للقوة 23 ذرة كربون 12. هذا عدد كبير جدا، هذا أكبر من قدرتنا على إدراكه، لا يمكن تخيل كم هذا العدد كبير، وهذا فقط عندما يكون لدينا 12 جرام، و12 جرام ليست كتلة كبيرة، على سبيل المثال 1 كيلو جرام تقريبا 2 باوند، إذا هذا حوالي كم؟ 1/50 من الباوند، هذا ليس بالكثير من الكتلة. حسنا، أعتقد أنها وصلتكم الفكرة. على الأرض في أي مكان الكتلة دائما ثابتة، إذا هذه ليست كمية كبيرة. مع كل ما ذكرناه لنعود إلى السؤال، وهو كيف نعلم إذا كان واحد من هذه الجزيئات سوف يتحلل بطريقة ما، وربما ليس كربون 12، ربما نتحدث عن كربون 14 أو شيء كهذا، كيف يمكن معرفة أنه سوف يتحلل؟ والإجابة هي لا نعلم، جميعهم لديه احتمالية ما للتحلل عند أي لحظة لنوع معين من العنصر أو نوع معين من نظائر العنصر. هناك بعض الاحتمالية أن واحد منهم سيتحلل، بحيث ربما هذا سيتحلل هذه اللحظة ومن ثم لا شيء يحدث لمدة طويلة، وفجأة 2 آخران يتحللان. ولهذا مثل كل شيء بالكيمياء والكثير مما نتعامل معه في الفيزياء والميكانيكا الكمية، أن كل شيء محتمل. يعني ربما إذا حصلنا على تفصيل لتشكيلات النواة، ربما قد نحصل على شكل أفضل الاحتماليات، لكن لا نعلم ماذا يحدث في الداخل النواة. إذا كل ما يمكن عمله هو أن نعزو بعض الاحتمالات إلى تفاعل ما. الآن يمكن القول حسنا، ما هي الاحتمالية لأي جزيء معطى لنا بأن يتفاعل في لحظة ما؟ عفوا، كنا نتعامل مع الأشياء على المستوى الكبير، أو كنا نتعامل مع كميات كبيرة من الذرات. إذا ما سنقوم به هو الخروج بمصطلح لمساعدتنا لفهم هذا، وواحد من هذه المصطلحات هو نصف العمر، half life. نعم، وسأمسح هذه الأشياء أسفل هنا. إذا لدي وصف على أمل أن يعطيكم في هذا فهم لما يعنيه مصطلح نصف العمر. كتبت تفاعل التحلل هنا، حيث لدينا الكربون 14 ويتحلل إلى نيتروجين 14. يمكن عمل مراجعة بسيطة، نسير من 6 بروتونات إلى 7 بروتونات، والكتلة نفس الشيء، واحد من النيوترونات تحول إلى بروتون، هذا ما حدث، قام بهذا عن طريق إطلاق إلكترون، والذي يسمى أيضا جسيم بيتا. يمكن كتابة هذا بشحنة سالب واحد نسبيا بكتلة صفر، هو لديه كتلة قليلة جدا لكن نكتب صفر، إذا هذا تحلل بيتا، وهذه مراجعة فقط. لكن الطريقة التي نفكر بها هي في نصف العمر، هي العلماء عندما قاموا بدراسة الكربون وقالوا إذا بدأنا مع 10 غرام، إذا كان لدينا قالب من الكربون بكتلة تساوي 10 غرام، 10 غرام، فنحن نريد نصف العمر للكربون. هذا نظير معين للكربون، تذكروا النظائر إذا كان هناك كربون ممكن أن يكون 12. حسنا، مع عدد كتل الذري من 12 أو 14، أعني هناك عدة نظائر مختلفة لعناصر مختلفة، والعدد الذري يحدد الكربون.
لأن لديه 6 بروتونات، الكربون 12 لديه 6 بروتونات، والكربون 14 لديه 6 بروتونات، لكن لديهم أعداد مختلفة من النيوترونات. إذا عندما يكون لدينا نفس العنصر مع الاختلاف في النيوترونات، هذا سيكون نظير. إذا لدينا الكربون 14، حسنا نقول بدأنا مع 10 غرام. إذا قيل لنا أن نصف العمر هو 5740 سنة، هذا يعني أنه إذا بدأنا من اليوم الأول مع 10 غرام من الكربون الـ 14 النقي، فإن بعد 5740 سنة نصف هذا سوف يتحول إلى نيتروجين 14 بواسطة تحلل بيتا. قد تقولون حسنا سأجعل النيتروجين بالأرجواني هنا. إذا قد تقولون ربما هذا النصف يتحول إلى نيتروجين. وفي الواقع شاهدت هذا مرسوم بهذه الطريقة في بعض كتب الكيمياء والفيزياء، والسؤال المباشر كيف لهذا النصف أن يعلم أن عليه التحول إلى نيتروجين، وكيف يمكن لهذا النصف أن يعلم أن عليه أن يبقى كربون؟ والإجابة هي لا يمكن معرفة هذا، وفي الواقع لا يجب رسمه بهذا الشكل. إذا لنعيد رسم هذا. إذا هذا القالب الأصلي للكربون 14. حسنا، ما يحدث خلال تلك 5740 سنة هو أنه من المحتمل أن بعض من هذه الذرات سيبدأ بالتحول إلى نيتروجين عشوائيا عند نقاط عشوائية. حسنا بهذا الشكل. وخلال 5740 سنة نحدد أن 50% الاحتمالية لأي واحد من ذرات الكربون سيتحول إلى ذرة نيتروجين. لهذا بعد 5740 سنة نصف العمر للكربون، حيث 50% احتمالية لأي من هذه الذرات من الكربون ستتحول إلى نيتروجين. إذا عدنا بعد نصف العمر نصف الذرات سوف تكون نيتروجين الآن. إذا الآن لدينا بعد نصف العمر، لنتجاهل هذا، إذا بدأنا مع هذا كل 10 غرام كانت كربون، 10 غرام من السي 14، هذا بعد دورة واحدة من نصف العمر، والآن لدينا 5 غرام من سي 14 أو من كربون 14، ولدينا 5 غرام من النيتروجين 14. هذا جيد. لنفكر ماذا يحدث بعد النصف الآخر للعمر. حسنا، قلنا خلال النصف العمر 5740 سنة في حالة الكربون 14 كل العناصر المختلفة لديها نصف عمر مختلف. إذا كانت مشعة خلال 5740 سنة، هناك احتمال 50%، هناك احتمالية 50% أنها ستتحلل. إذا ذهبنا إلى دورة أخرى من نصف العمر، إذا صرنا في نصف عمر آخر هنا من كربون 14 أو من الكربون 14، سأقوم بعمل نسخ ولصق لهذا. حسنا، هذا ما بدأنا به. الآن بعد نصف عمر آخر سأتجاهل هذا، وفي الواقع سأمسح بعض هذا هنا، سأمسح بعض الذي هنا. بعد نصف عمر واحد ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ حسنا، الآن تبقى لدينا 5 غرام من الكربون 14. هذه الـ 5 غرامات من الكربون 14، كل واحد من هذه الذرات ما تزال لديها خلال 5740 سنة أو أيا كان العدد، بعد 5740 سنة كل هذه مرة أخرى لديها احتمالية 50%، ومن قبل قانون الأعداد الكبيرة نصفهم سوف يتحول إلى نيتروجين 14. إذا سيكون لدينا تحول أكثر إلى نيتروجين 14. إذا الآن نصف هذه الـ 5 غرامات تحولت، وتبقى لدينا فقط 2.5 غرامات من السي 14 أو السي 14. كم هي كمية النيتروجين 14؟ حسنا، لدينا 2.5 غرام تحولت إلى نيتروجين. إذا الآن لدينا 7.5 غرام من النيتروجين 14. نعم، ويمكن المتابعة في المستقبل، يمكن متابعة في المستقبل. وبعد كل نصف عمر 5740 سنة سيكون لدينا نصف من الكربون الذي بدأنا عنده، لكن دائما سيكون لدينا كمية ضئيلة من الكربون. لكن سأطرح سؤال، لنفرض أننا بدأنا مع ذرة كربون واحدة، لنفرض أن لدينا هذه الذرة الواحدة من الكربون، تعلمون بها النواة وبها 6 بروتونات.
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، لديها 8 نيوترونات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وبها 6 إلكترونات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. حسنا، ما الذي سيحدث بعد ثانية واحدة؟ بعد ثانية واحدة، 1 second. حسنا، لا أعلم، لا أعلم، ربما من المحتمل أنها ستبقى كربون، لكن هنا بعض الاحتمالية، بعد ثانية واحدة أنها ستكون تحولت أصلا إلى نيتروجين 14. هذا ما سيحدث. ما الذي سيحدث بعد 1 بليون سنة؟ 1 بليون سنة، حسنا، بعد 1 بليون سنة من المحتمل أنها تحولت إلى نيتروجين 14 عندها، لكن لست متأكدا، قد تكون هذه النواة واحدة فائقة الاستقرار، بحيث أنها صارت بعكس الاحتمالات، كل الاحتمالات وبقيت كربون 14. إذا بعد نصف العمر الأول، إذا نظرنا إلى ذرة واحدة بعد 5740 سنة، لا نعلم إذا كانت قد تحولت إلى نيتروجين 14 أو لا. هذه الذرة فقط نعلم أن لديها احتمالية 50% لتتحول إلى نيتروجين. الآن إذا نظرنا إلى عدد كبير من الذرات، يعني إذا بدأنا مع عدد أفوغادرو أو أي شيء أكبر، لقد مسحت هذا، هنا يمكن استخدام قانون الأعداد الكبيرة. في المتوسط، إذا كان كل واحدة من هذه الذرات لديها احتمالية 50%، أو إذا كان لدينا بلايين منها، نصفها سيكون قد تحول إلى نيتروجين. لا أعلم أي نصف، لكن نصفها سيتحول إلى نيتروجين. ربما سيكون لدينا سؤال مثل، لنفرض أننا بدأنا مع 80 غرام من شيء ما، نسميه إكس، ولديه نصف عمر من سنتين. حسنا، أنا فقط أخترع هذا المركب، سنتين من نصف العمر، 2 years of half life. ومن ثم سنسير في آلة الزمن ونعود إلى هذه العينة، ولنفرض أنه تبقى 10 غرامات من العينة الأصلية فقط. حسنا، ونريد معرفة كم الزمن المنقضي. إذا 10 غرامات تبقت من إكس، تعلمون إكس تتحلل طوال الوقت، كم الزمن المنقضي؟ حسنا، نفكر في هذا. بدأنا عند الزمن صفر مع 80 غرام، بعد سنتين كم سيكون متبقي منها؟ سيكون لدينا 40 غرام، إذا تي تساوي 2. لكن بعد سنتين أخرى، كم الكمية التي لدينا؟ سيكون لدينا 20 غرام، إذا هذه تي تساوي 3، آسف، تي تساوي 4 سنوات. ومن ثم بعد سنتين أخرى سيكون لدينا نصف هذه الكمية متبقية. حسنا، إذا الآن سيكون لدينا 10 غرام متبقية، وهذا ما نريده، وهذه تي تساوي 6. إذا علمنا أن لدينا مركب معين، سنبدأ مع 80 غرام، ونعلم أن لديه نصف عمر هو سنتين، وصلنا في آلة الزمن، ومن ثم لم تكن الآلة الزمنية تعمل بشكل جيد، لا تعرف جيدا كيف أنها معيرة ضد الزمن، وعندها نظرنا إلى العينة ورأينا أنها تبقى 10 غرامات، سنعلم أن واحد اثنان ثلاثة من نصف العمر مروا. نعم، ويمكن أيضا التفكير في هذا بهذا الشكل، نصف القوة الثالثة، لأنه كل مرة سيكون لدينا النصف من العينة الأصلية، هذا عدد أنصاف العمر، بعد 3 أنصاف عمر سيكون لدينا 1/8 من العينة الأصلية، وهذا ما لدينا هنا، لدينا 1/8 من 80 غرام. حسنا، مثل هذه الأسئلة يجب التعامل معها بحذر، انتبهوا لها. في الفيديو التالي سنكتشف ماذا لو كان لدينا سؤال يقول كم عدد الذرات أو عدد الغرامات سيكون لدينا بالضبط بعد 10 أيام أو سنتين ونصف، وسأقوم بهذا في الفيديو التالي.